اليوم كانت هنالك تغريدة للسيد مقتدى الصدر حملت في طياتها الكثير من المعاني المهمة التي تستدعي أن نقف عندها، وتحمل أهدافاً غير تقليدية مما سمعناها في ذلك الزمن. السيد الصدر يقول: لم أخرج إلى الإصلاح عشراً ولا بطراً. وهذا القول العظيم المأثور مقتبس من قول للإمام الحسين حين واجه قوى الضلالة والظلام والمتشبثين بالسلطة وآكلي الحقوق والأعداء الحقيقيون للإسلام. بمعنى ما فهمته أنا أننا ومن خلال تغريدة السيد مقتدى الصدر أننا أمام طف جديد لمحاربة هذا الغول الفاسد الذي أكل العراق وتركه على قارعة الطريق. وكيف لا حينما نكون نحن من يحتضن في ثراه الحسين، ونحن الذين نحيي وفي كل الأزمنة الظالمة ذكرى ثورة الإمام الحسين، وحينما نقول اليوم أو يتردد قول لم أخرج أشرا ولا بطرا، فيا سماحة السيد أنت تدرك وكل الشرفاء في العراق أن هذا الشعار قد فني الحسين من أجله، وأصبح وآل بيته الكرام أسيادا في الجنة وأسيادا في الدنيا، وضربوا أروع الأمثلة وتركوا فينا وفيكم وفي الإنسانية جمعاء أثرا وسيرة وسلوكا نفتخر به اليوم. وحينما يعاد الطف يا سيد مقتدى سننجح، لسنا متوجسين من أننا سنخسر، لا، بالأمس كانت لنا معركة كبيرة ضد الإرهاب الداعشي التكفيري ومن يقف معه، فكيف كان لحشدنا ولرجاله ولشرطتنا ولكل عناوين الجيش كانت هنالك وقفة. هذه الوقفة يجب أن تعاد اليوم لكي نستعيد العراق من الفاسدين أصحاب الأجندات الخارجية. قد نقتل وقد نعرف هذا، وقد نموت وقد نعرف هذا، لكن هذا هو طريق الحسين الذي ناداهم وبصوت: لم أخرج آشرا ولا بطرا. ومن يتقدم الصفوف سيكون وراءه الملايين من العراقيين حتى ننتهي من هذه القصة المأساوية. وفي كل مرة احنا عدنا نايحة ونلطم، اش وقت تشكل الحكومة واش وقت نجد رؤية سياسية. من لا يقبل بالتجديد فعليه أن يهيئ نفسه ليكون في معسكر يزيد. خلص 18 سنة جربنا ما جربناه، لم ننتج قيمة، لا سيناننا عريان ولا وكناننا يعان. هذا ليس انتقاصا من الآخرين، نحن نعرف أن هنالك أشراف يريدون للعراق أن يبنى، ولكن ندرك هنالك أجندات خارجية تفرض على الأقزام أن تطبق. فيجب هذه المرة يا سيد مقتدى ولكل الشرفاء، يجب أن تكون أجندة عراقية خالصة تستمد مفهومها وفكرها وعقيدتها من آل البيت الأطهار ومن شهداء العراق عبر التاريخ الذين ضحوا
حتى تبقى هذه الأرض طاهرة مطهرة.